السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم محمد السيد. سريعا لأن التليفون هيفصل. طبعا احنا اتكلمنا عن دورة الزيت، وقلنا الزيت مهم جدا لأي مكان في الموتور، لازم الزيت يوصل لأي مكان في الموتور، يا إما كده يا إما يحصل إيه خلل، هيبدأ بأصوات خفيفة ونة، بعد كده الونة هتزيد، بعد كده هيبقى طقطقة، بعد كده المكنة ممكن إيه لا قدر الله تقفش خالص. تمام، احنا دلوقتي لما جالي التورسيكل ده صاحبه بيقول انا سمعت فيه خبطه رزعه وبعد كده مشى شويه وقام قافش، واقف مره واحده كتم. طبعا لما وقف كتم المكنه قفشت، بيقول انا بدلها منافله، اللي المنافله ردت في رجلي، ما بتنزلش، منافله واقفه. فطالما قفشت يبقى قله زيت، ده اول حاجه. لما فتحنا الزيت من تحت فيها نسبة زيت خفيفة، طبعا نسبة الزيت ما تقفش المكنة، طالما فيها حتى لو نص كيلو خلاص الحدافة ما تقفش. طيب أنا شكيت في أول حاجة الصبابات، طبعا عشان أعرف قمت فايك إيه البوجو. لما فكينا البوجو وأول ما لقيت سنة البوجو مقفولة كده أهي، مقفولة خالص وفيها خبطة من فوق، عرفت إن إيه، إن صبابه اتقطم، راس الصباب اتكسر، والراس ديت هي اللي عملت ايه؟ هي اللي قفلت البوجوه. طالما كانت دايره والبوجوه اتقفل يبقى راس الصباب اللي قفلتها. تمام؟ طيب فطبعا هو لما شاف كده اتاكدنا، لما حلينا الراس طبعا وشاف البست متخبط وشاف الراس من فوق متخبطه، وهنغير طقم الصباب ونظبط الليله، فقال لي ايه السبب؟ يعني ايه سبب ان الصباب ده يتقطع؟ طب ما هو الصباب التاني كان سليم. قلت له ده قلة زيت مع حرارة، الزيت هو اللي بيعمل تليين للحديد، فما يقصفش حرارته، ما تزيدش، ما يتعرضش لإيه للكسر ولا القط. وبالتالي لما لقينا لما فكينا على التكهات، لو خدت بالك شوف قعد التكهات فيهم شاكوش شغال 100 100، والتاني قافش ده ما بيتحركش اهو، الشاكوش ده قافش وده شغال. ده سببه عدم وصول الزيت للناحية دي. طبعا احنا قلنا ثانية واحدة نروح لها، وايه طبعا احنا قلنا الزيت في شرح دورة الزيت، الزيت بيخش من هنا، بيدخل في ثقب اهو جوه اهو، بيدخل من الدايرة دي، يتوزع على الثلاث ثقوب في خط واحد اهو، ادا واحد اتنين تلات اهو. فدي طبعا لما تبقى كده، انا حتى لما اكتشفت ديت قلت اجرب الفتحات دي مفتوحه ولا مقفوله، مليت الفتحه دي بنزين، لقيت ده بيطلع بطريقه كويسه، ده بيطلع بطريقه كويسه، ده ما بيطلعش خالص. علاجه ايه؟ علاجه ان انا هنفخ ممكن ببقي كمان، هنا انضفها كويس وبقي انفخ واكتم دول، ده حاجه. ممكن اجيب خرطوم رفيع واحطه من هنا وانفخ برضه هيسلكها. انا عشان عندي كومبروسر تمام ما بنفخش ببق، انا بقوم مشغل الكومبروسر وجايب مسدس الهواء حاطه هنا مع بي بنزين، وحاطه هنا بيسلك لي الثلاثه، حاطه هنا مره بيسلك لي الثلاثه دول، حاطه هنا يسلك لي الثلاثه، بغيره على الثلاثه بحيث انه ينضف كويس. تمام، يبقى انا لما شغل ديت قله الزيت قفشت لي ديت، قفشت دي قطمت له الصباب بتاعها اللي ناحيتها اهو، ده اللي ناحيه بره قفلت الليله دي. طيب يبقى احنا كده اهم حاجه يا جماعه قلناها عشان احافظ على المكنه، الزيت الزيت الزيت. طبعا في فيديو اسمه ان شاء الله باذن الله هعمله، ايه الملاحظ او الاشياء اللي لازم اتمم عليها قبل ما اطلع بالموتوسيكل او التروسيكل. تمام ان شاء الله كده، عشان اتلافى موضوع قفشه الموتور. ومعلش برضه في ملحوظه، في ناس اول ما الموتور بتاعها يقفش المنافله تقف خالص والموتور يقفش، يوديه الميكانيكي يقول لك ايه اصل ده اتكلف 1000 ونص، لا 1700، 2000 جنيه. لا خد بالك ايه سبب القفشه، يعني شوف فك البوجو، البوجو اهو مخبوط، يبقى ده صباب، هنغير طقم صباب، يوم ما يزيد قوي طقم صباب وبيستم هيكلفك 200 300، لا ده 200 جنيه بس ان شاء الله. ما طقم صباب 65 جنيه انضف نوع في السوق، 65 جنيه طقم جوان، طقم شامبر، ويوم ما هتغير بيستم
خلاص انتهى الموضوع، الموضوع اتلم من 150 ل 200 جنيه، وانتهى الموضوع، مش 1000 بقى و2000 والكلام ده، تمام؟ فانت عود نفسك، حتى الحدافه لو قفشت بالموتور من تحت برضو علاجه هعرفه لكم بعد كده سهل، عشان برضو محدش يستغلك في مبلغ كبير. والسلام عليكم ورحمه الله.